تأتي مجموعة من الملتمين الغرباء الذين يقومون باقتحام المناجم. احنا يا اخي تعرضنا لواحد الهجوم ديال عصابات ملتمة في المناجم ديالنا. نخاف من كل شيء، من ابنائنا في المدارس، من اهلنا، من اقاربنا. مجموعة ديال العصابات اللي جاوا من مناطق متفرقة من البلاد، عصابات ملتمة مدججة بالحجارة والمقالع. هو ضرب للاقتصاد وضرب للتنمية في البلاد. نحن صناع منجميون تقليديون ومستثمرين بالمنطقة الشرقية اللي هي منطقة بني تجيد جبال بوظهر. نود أن نخبر المشاهدين الكرام وأن نشارك معكم مأساتنا التي والمعاناة التي نعاني بها بالمنطقة، ألا وهي نحن قمنا بمجموعة من المجهودات مع الإخوان فيما يخص الأمن بالمنطقة والاستقرار، ونطالب جميع الجهات المسؤولة بالتدخل في أمن أوراشنا ومناجمنا التقليدية بالمنطقة. المناجم ديالنا هو تأتي مجموعة من الملتمين الغرباء الذين يقومون باقتحام المناجم ويقومون بتخريب ممتلكاتنا وتخريب جميع آليات الحفر وآليات التنقية فيما يخص بتنقية المدن. وهذا الغرباء يأتون ليلا ويكونوا ملتمين ويقومون بالتخريب ويكونوا مدججين بالسيوف وبالأسلحة البيضاء ويقومون برشقنا بالحجارة. ولهذا أود أن أعطي لأحد الزملاء المتضررين ليقوم ببعض التفسيرات من خلال هذا التخريب. احنا يا أخي تعرضنا لواحد الهجوم ديال عصابات ملتمة في المناجم ديالنا، تعرضنا للتخريب وكنطالبوا السلطات التأمين ديالنا، وكان طالبوا الأمن في المنطقة، كان طالبوا تدخل سريع للأمن. أود أن أقدم نفسي كأحد المتضررين في ورش الذي أشاركه مع بعض الأشخاص، واستنكر ما يقع فيه من نهب من الثروات الموجودة فيه ومن تخريب من الآليات الموجودة، ونطالب من السلطات لا الإقليمية ولا المحلية ولا الوطنية بتدخل سريع قبل أن نصل إلى انفلات أمني أكثر من هذا. فكما ترون اليوم نحن هنا والملتمون والمهاجمون في أملاكنا، ولا نستطيع فعل شيء إلا الاستنجاد بالسلطات. فنود من المسؤولين أن يقومون بتعزيزات أمنية. نخاف من كل شيء، من أبنائنا في المدارس، من أهلنا، من أقاربنا، لدرجة أننا لا نستطيع فعل شيء لا بالنهار ولا بالليل إلا الاستنجاد بالسلطات، والسلطات قليلة كما أشرت إليه. فالمرجو من التعزيزات الأمنية قبل أن يقع انفلات أمني خطير في المنطقة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه السكينة اللي فيها جميع الفئات المجتمع اللي بنجيت فيها، الصناع المنجميين وفيها الحرفيين، فيها التجار، فيها التجار ديال المعادن ولا التجار ديال المواد الأخرى. عدة مناجم في جبل بوظهر وفي مدة أكثر من 4 شهور هذه ولا 5 شهور. هذا الشيء رد بني تجيد أنها تكون بؤرة ديال مجموعة ديال العصابات اللي جاوا من مناطق متفرقة من البلاد، اللي الهدف ديالها هو التخريب والاستولاء على الممتلكات ديال الناس. كيتخاد في هذا القريب، دوك الخدامة اللي تما اللي كيخدموا تما جاوا حيت ما لقاو ما يخدموا في عدة جماعات محادية للبلدة. دوك الشراية اللي بلوكيتي ولاو ما كيفرقوش، ما كيعرفوش دابا واش هذه السلعة ديال هذا مسروق ولا هذا ماشي مسروق. حنا مواطنين صالحين كنتفاداو العنف وباغيين غير داكشي اللي في الدستور ديالنا يتطبق علينا. انا من بين صناع المنجمين التقليديين، عندنا واحد المنجم كنسميه منجم الوسط، توارثناه عند ابائنا، وابائنا بداو فيه الخدمه منين مشات بينار رويال، شركه بينار رويال الفرنسيه، وحنا خدامين تحت الظاهر الشارك ديال كاديطاف. وفي شهر 5 2024 تفاجئنا
عصابات ملتمه مدججه بالحجاره والمقالع كيجريو علينا بالحجر واحتلونا المنجم وحنا كنعانيو الى يومنا هذا. حاولنا معهم في الصلح ما توصلناش. هاد السطو على المعادن راه لقى بالظلال ديالو على البلده ككل، لان القطاع المعدني هو القطاع عصب والقطاع الاساس ديال الديناميه وديال الاقتصاد في البلاد، وبالتالي فان الضرب ديال هذه المساله هو ضرب الاقتصاد وضرب التنميه في البلاد. يعني احنا مع الحقوق ديال العمال، العمال والعمال المنجميين، ايضا مع الحقوق ديال الصناع التقليديين، مع الحقوق ديال جميع الفئات اللي كتشتغل في هذه البلاد المهمشه والبعيده والهامشيه والبعيده على المركز، وبالتالي فاننا يعني مع القانون من اجل التنميه ديالها. نطالب يعني لهاد الناس بالرخص، فتح باب التراخيص للجميع من اجل استغلال منجمي تقليدي ومعقلا، يعني من اجل تطوير هذا القطاع اللي اكيد التطوير ديالو غادي ينعكس على البلده. وبالتالي يعني يجب التدخل العاجل والاني باش نوقفوا هذه الفوضى السائده واللي هي كتجني على الالاف وعلى الساكنه ديال المنطقه ككل.